قراءة تقنية حال هذاك اللي كيعوم 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 باش يقطع البحر، ملي كيوصل الرملة كيغرق. هي هادي كتخدم 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 كدير كلشي، من بعد كنعسو 10 سكوند كنخلصو. اوكي، درنا اللي عندنا نديرو، عرفنا كيفاش نلعبو، لعبنا ضدهم ونا اون اوكازيون كنتعذبو باش نماركيو، ومي كنماركيو ديك المومون كريتيك باش نكونو كونسونطري، شي حاجة خدمناها كنخدموها شحال، كل يومين كنخدمو لا ميم فوت، طبتنا لا ميم فوت لا ميم فوت لا ميم فوت. اي على فان بون، باقي 3 بوان. الخطة اللي عند بيدرو بينالي هي نوضو الراس دابا مورا هاد الماتش ونشوفو شنو غنديرو مع اشفي. ما كنفكروش في الماتش ولا في اكادير ولا، خصنا نشوفو الماتش الجاي، فهمتي؟ هادو هي مهمة. المقابلة دارت في واحد الاجواء رياضية حماسية، الحمد لله كنا جايين اليوم عازمين باش نديو على الاقل نقطة ولا 3 نقاط مع فريق تحت طنجة اللي فريق كبير. بهاد المناسبة كنشكر اللاعبين على المجهود الطيب اللي قدموه في هاد المقابلة هادي. مقابلة كما نقول لك جات في واحد الظرف اللي هما محتاجين النقاط وحنا محتاجين النقاط، الحمد لله كانت القسم على 2. بهذه المناسبة هذه كنشكر اللاعبين، ونقطة من مدينة طنجة راه كتبقى غالية وغالية جدا. أي مقابلة أول حاجة خاصك ما تنهزمش. المقابلة الثلاثة اللي بقاو إن شاء الله غنجيروهم بأمور جدية إن شاء الله، واللي فيها الخير إن شاء الله يجيب الله سبحانه وتعالى اللي وقع اليوم. كنطلبوا منهم المسامحه والمعذره الا كان شي حاجه صدرات منا ولا شي حاجه، ومن المسؤولين ديالنا كنطلبوا منهم المعذره، وكنطلبوا من الناس ديال طنجة يسمحوا لنا. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.